أهلا أحبائنا مشاهدينا. واحدة من الأسئلة الكتير اللي دائما بيسألوني إياها لأنه باجي كتير وبعلم من المواقع الكتابية، دائما بيسألوني هل هذا المكان حقيقي؟ أريد أن أقول لكل مشاهد إنه جبل الزيتون ما زال جبل الزيتون. تكلم عنه من أيام داود لما داود هرب من أبشالوم من جبل الزيتون، مذكور في العهد الجديد، والجبل بعده ما تغير. فهذا إن دل على شيء بدل إنه واو، إنه المسيح من كل بقاع الأرض اختار، بغض النظر شو عم بيصير في أورشليم، المشاكل الدينية والمشاكل السياسية والظلم وكل الأمور اللي عم تحدث، ولكن مجرد إنه نتخيل إنه المسيح عاش في أو خدم ومات وقام وتأسست الكنيسة في يوم 50 من أورشليم، ولما بتطلع على الجبل جبل الزيتون صعود يسوع المسيح، فهذا تعبير عن الامتنان والشكر العميق والجزيل. في الختام أحبائي خليني أقول شيء مهم جدا، بين الصعود وبين المجيء يسوع المسيح ثانية لدينا عمل، وهذا العمل هو الكرازة بالإنجيل، الشهادة عن يسوع المسيح، الاستعداد الدائم، حياة القداسة، القداسة العملية، نعيش بقداسة، نعيش بطهارة، ونعيش بنقاوة، ونعكس صورة المسيح، طبيعة المسيح، صفات المسيح، خدمة المسيح، كلام المسيح، سلوك المسيح في حياتنا، أو كما يقول الكتاب أن نسلك كما سلك ذاك، ويقول أيضا أسلكوا بالروح حتى لا تكملوا شهوة الجسد. بالحقيقة الرب يسوع عرف أهمية ومسؤولية بل خطورة الموضوع، فقال لا تبرحوا من أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. الرسول بولس لما كان بيكرز في كورنثوس قال وكلامي وكرازتي لم يكونا بكلام الحكمة الإنسانية المقنع بل ببرهان الروح والقوة. فالرب يسوع أرسل الروح القدس، روح المحبة، روح القوة، روح المشورة، وروح الحكمة. رابح النفوس حكيم، فالرب يعطينا الحكمة قبل مجيء المسيح ثانية إنه نربح أكبر عدد ممكن من الناس يكونوا ينضموا مع عائلة الله، يكونوا أتباع يسوع المسيح. فإذا عندك وعندي عمل، أريد أن أقول لكل واحد بشاهدني، إذا حياتك بعدها في عم بتعرج روحيا، وإذا حياتك بعدك مهزوم بالخطية وبالفشل، شو رأيك الآن تدعو الرب حتى يأتي لحياتك يطهرك من كل خطية ويكون رب والملك على حياتك. وبالنسبة للمؤمنين أنا بصلي إنه نعيش حياة الاستعداد، حياة الخدمة، حياة مباركة مشرفة للرب يسوع المسيح. بصلي من كل قلبي خلال انتظارنا لمجيء المسيح إنه تعمل بوصية المسيح، تشهد إيش الرب عمل في حياتك. الرب يباركك وإلى اللقاء. جبل الزيتون أورشليم القدس أنا بدعوكم تشاهدوا سلسلة جديدة من البرامج بعنوان يسوع، والغرض من هذه السلسلة إظهار تميز وتفوق يسوع المسيح على سائر البشر. وليه عم بعملها في هذه الأوقات؟
اليوم في هجوم كاسح على هوية يسوع المسيح من كذا فئة، مسلمين، ملحدين ومسيحيين للأسف، اللي بينكروا لاهوت وهوية يسوع المسيح. أنا بدعوكم تشاهدوا هذه السلسلة اللي راح تكون بركة لحياتكم.